بهذه المقابلة من طرف سيادة رئيس الجمهورية، وتشرفت بنقل إلى سيادته رسالة خطية من شقيقه الرئيس عبد المجيد تبون، الذي حملني مشاعر المودة والتقدير والاحترام إلى أخيه، وكذلك حملني بعض الأفكار لتبادلها مع شقيقه وصديقه. فاغتنمنا هذه السانحة لنشكر الرئيس على وقوف الشعب التونسي الشقيق إلى إخوته في الجزائر ونحن في محنة الحرائق، ونعرف كذلك أن تونس قاومت الحرائق بصبر وعزيمة قوية، فالحمد لله على انتصار الشعبين على هذه الظاهرة، ونترحم كذلك على أرواح شهدائنا الطاهرة الذين ذهبوا ضحية هذه الحرائق والأفعال التي هي مرتبطة بها. فيما يتعلق بعلاقتنا الثنائية دائما وأبدا، لقاءاتنا تعتبر كلها لبنة نحو الأفضل ونحو تنسيق أكبر ونحو المثابرة في العمل الدؤوب من أجل إسماع صوت الجزائر وتونس المشترك، وصوت الحكمة وصوت المسؤولية وصوت شعبين شقيقين يتطلعان إلى مستقبل أفضل لهما ولكافة الشعوب في المنطقة. فحملني سيادة الرئيس بأفكار قيمة وبمعلومات دقيقة وبتحاليل في غاية الأهمية، سأتقاسمها مع سيادة الرئيس عبد المجيد تبون بمجرد ما أصل إلى الجزائر. فشكرا من جديد على حفوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونحن نشعر ونحن مع أهلنا في تونس، وبكل تأكيد ستتجدد هذه الزيارات الأخوية المفيدة والزيارات التي دائما تقوي وتعزز علاقات شعبينا وعلاقتنا كمسؤولين في البلدين الشقيقين. شكراً.